بتعملي هنا؟ ولد حربي بيدور عليكم. روح يا أزهار. يلا أزهار امشي، احنا عاوزينهم يلاقونا. سارة! مش قلت لك مسافة السكة قطع الكلب؟ ايه؟ تفكر نفسك هتقدر على ولاد حربي اياك؟ فين التابوت يا؟ انطب بدل معلق جتتك انت واخوك على باب بيتكم. ساعة كام يا راس حربي؟ ساعة ايه؟ ما تخافش، مش هتتأخر على ميعاد موتك. التابوت فين؟ انطب بدل ما فرجك على بطن اخوك من جوه. خدني على قد عقلي، طالما انا كده كده ميت ريحني وقول لي الساعة كام. تمانية الا عشرة يا سيدي. ابقى التابوت في المانيا. المانيا؟ كذاب، انت تعرف تطلع حاجة برا مصر؟ كان غيرك اشطر. تقدر تكلم الراجل مدير المتحف وتسأله الطرد الدبلوماسي وصل ولا لسه، ولو ما وصلش اعمل ما بدال. واتكلم. مستر هانز، did you receive the package؟ Yes, Mr. Harvey. Please check your bank account. Thank you. جالك كلامي؟ وفهمت أنا إيه من الرطن بتاعك وده؟ قال لك إيه؟ Speak Arabic, please. التابوت وصل إلى حساب في البنك. أنت عرفت تطلعه كيف؟ طلعته خلاص. المهم إن أقدر أطلع أي حاجة برا مصر دلوقتي. مش هنبقى محتاجين لعصمة شاكر خلاص. مفيش كلام معادي. لسرق الرئيس حربي يبقى عقبه الموت. احنا ما سرقناكوش يا رئيس حربي. احنا خدمناكم. وانتوا جايين تقولوا كده بعد ما اتقبض عليكم؟ احنا اللي جينا لكم برجلينا. امال هربانين من رئيس حربي بيروحوا السوق برضه؟ احنا لو سرقناكم يا رئيس حربي كان زماننا بره دلوقتي مع التابوت غرقانين في الفلوس. لكن انا قدامك اهو. كل اللي عاوزه منك ابقى واحد من رجالتك. ليكم ترجعوا التابوت وتدوا له عصمه ببيت يطلعوا يرمي لكل لقمه مليون دولار وتكمل الشغلانه وتاخدوا المكسب كله. هو قال لك كام؟ 5.5 مليون. انتوا قلتوا قبل كده ان انت واخوك دلالين وما طلعتوش كده. اسكت، ده طلعوا احسن من الدلالين 100 مره. ده جابوا لنا 5 اضعاف سعر البضاعه. خلاص يا سلطان، عفى الله عما سلف. فكوهم. دول بقوا رجالتنا الجداد. رئيس حربي، رجلكم الجديد فواز من النهارده مش هيشتغل.